بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادا لبداية الموسم الشتوي الذي قرب على بدايته، واستنادا إلى توجيهات وزارة الموارد المائية ومتابعة من قبل السيد مدير عام الهيئة العامة للتشغيل الري والبزل المهندس أحمد كاظم، قامت مديرية الموارد المائية بعدة إجراءات، منها أولا إعداد جدول مباشرة يتلائم مع الخطة الشتوية المعدة لهذا العام، كما أعدت مديرية الموارد المائية وأطلقت أوامر إدارية بتشكيل لجان مراشنة لمتابعة مدى تطبيق هذا الجدول صباحية ومسائية وليلية. كما قامت مديرية الموارد المائية بإنجاز كافة إزالة التجاوزات الموجودة على الأعمدة الرئيسية لنهر دجلة، بالإضافة إلى إنجازها وصيانة محطات الضخ البالغ عددها 9 محطات، 2 منها محطات ضخ، بالإضافة إلى 7 محطات بزل، بالإضافة إلى محطات الشحة البالغ عددها 15 محطة شحة، وهي الآن على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الموسم الزراعي. كما قامت مديرية الموارد المائية بإعداد خطة لاستقبال هذا الموسم الشتوي بالتنسيق مع تشكيلات الوزارة، وهي أولا الخطة المعدة بالتنسيق مع دائرة صيانة مشاريع الري والبزل، حيث هنالك خطة لإزالة الترسبات ورفعها وخاصة لأعمدة المغذية للأهوار، ومنها وأهمها نهر الحسيتشي وأم الطوس في قضاء الكحلاء، بالإضافة إلى رفع الترسبات الطينية الموجودة على الأعمدة الرئيسية لنهر البتيرة. كما هنالك خطة مع دائرة كري الأنهر، وهي رفع الترسبات وتوسيع وتعريض نهر العريض باتجاه الأهوار أهوار البطاط. كما قامت مديرية الموارد المائية بإنجاز أعمال تطهير نهر الشذيارية المغذي الرئيسي لناحية سيد أحمد الرفاعي وبطول 15 كيلومتر وبكمية 30 ألف متر مكعب، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الموارد المائية أثناء زيارته الأخيرة إلى محافظة ميسان، والذي وجه سيادته بإعداد التصاميم اللازمة لتبطين مقدم نهر المشرح وبطول 500 متر بطريقة اللحاف الخرساني، بالإضافة إلى إنشاء مسنات حجرية في مركز قضاء الكحلاء على نهر الحسيتشي وبطول 2 كيلومتر. قامت لجنة مشتركة مع الصيانة بإعداد التحريات المساحية والمأخذ المقاطع العرضية لهذه الأنهر، كما تم إنجاز إعداد التصاميم اللازمة لهذا العمل. كما وجه سيادته بإعادة النظر وتحديث مشروع ري العمارة الكبير، والذي يخدم مساحة حوالي تقدر ب 400 ألف دونم، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض وتم مناقشة مشروع ري العمارة، وهنالك زيارة قريبة إلى المحافظة لبحث هذا المشروع المهم بالنسبة للمحافظة. المهندس علاء فيصل جمعة، مدير الموارد المائية في ميسان.